بلغني أيها الطالب السعيد ذو العقل الرشيد والشكوى والتعديد أن للمذاكرة فنون ماكرة، وهذا ما قاله صاحبنا عبد الحليم عن قواعد التعليم السليم. كان يا مكان في سالف العصر والأوان، كان هناك ملك شجاع مقدام، أراد أن يخاطب شعبه بأبلغ الكلام، فأمر وزيره العلام أن يكتب خطابا للعوام، يحكي فيه عن عظمة وطنه وكيف نواجه فتنه. فطلب العلام المساعدة، فأهداه أحدهم كتاب اللغة العربية للمرحلة الثانوية. زي ما اخترت سميرة بهيل. ولقد علم العلام أنه لكي يكتب تعبيرا جميلا فلابد أولا أن يأتي بالأفكار التي سيكتب عنها، ثم بالكلمات التي سيستخدمها، ولذلك بدأ بموضوعات القراءة وأخذ يقرأ درسا تلو الآخر، وبعد أن قرأ واطلع وجلس واضجع توصل للآتي. بس كفاية قوي كده عليك علام، كفاية قوي قوي كده عليك علام. نقول لي يا ابن الميكروفون وعلي لي يا ابن المزيكا دي شوية. بقى صاحبنا العلام عايز يكتب تعبير عظيم عشان الملك ما ينفخوش، وطبعا عشان يكتب التعبير ده لازم له مقدمة نارية، فبدأ بدرس إرادة التغيير، وكل اللي جه في دماغه ساعتها انه الانسان علشان يتغير من وضع للتاني لازم أن يعرف هو هيغير ايه وهيغيره ازاي. الله، اصل مش معقول يعني الجماعة الاغنياء اللي بيتغيروا من الفقر للغنى مقياس التغيير عندهم انهم ياكلوا لحمة كتير ويرموا الباقي في الزبالة، دي تيجي منين بقى؟ ولكن ده ضد الفطرة السليمة، فلازم عشان نغير حاجة نعرف احنا هنغير ايه، وتدريبا الحالة اللي احنا عليها، ولكن نغيرها ازاي بقى دي المشكلة. لازم ان تكون معايير التغيير دي، يعني الطريقة اللي هنغير بيها، تكون في فايدة الصالح العام مش تفيد ناس وتضر ناس تانيين. وهذا اللي طلعبه العلام من درس إرادة التغيير والمقدمة السخنة اللي هيكتب فيها التعبير. بعد كده علشان يدي الموضوع مصداقية فلازم له شوية حجج وبراهين يستشهد بيها، فدخل على درس نصيب العرب من حضارة العالم، وعلشان يرد على الإسرائيلي الحقير اللي بيقول الهرم بتاعنا قال له إن الأرقام أصلا بتاعتنا وأيام الأسبوع بتاعتنا، وإحنا الأساس والباقي والقاس واللي عندك أعمله. وقعد يرسله في حقائق علشان يدي الموضوع حيوية ومصداقية. ما اتفقش العلام، انا عارف العلام، قالك بقى احنا لازم نجيب لهم قدوة، قدوة بقى يقولهم احنا اهو بنتباهى بابننا. وقالك البيروني، البيروني ده من اعلم العلماء اللي جوه في التاريخ، وكان بيصنف من ثالث ثلاثة اللي هم ابن النفيس وابن الهيثم من الناس اللي اثروا في كل فروع العلوم. طبعا يا اخوانا ده كتب في الجغرافيا وفي التاريخ وعلم الانسان والطب والهندسة والصيدلة، وقفل كل كليات القمة، ده هداف البريمير ليج يا اخوانا. وبعد ما خلص قدوتنا البيروني اصر على ان يدمع عيوني، دخل على حتة العاطفة، القدس دي بتاعتنا واصولها عربية اسلامية مية مية يا الطعمية، ماشي يعني القدس دي بتاعتنا ولازم يا جدعان نلتف حواليها تبع الوطن الواحد، ونزل لي يا ابن الجاز ظلام الليل. وبعد ما خلصنا مرحلة العواطف نرد على افتراءات العالم، الناس اللي بتقول علينا ان احنا مش بتاع علم، مش بتاع فيزياء ولا بتاع كيمياء ولا بتاع علم طبيعي. لا، احنا زي الفل، احنا عندنا العلم الطبيعي في الاسلام ضرورة، وصنف العلماء عندنا على انه فرض كفاية، يعني ان قام به البعض يسقط عن الكل، والعلماء حسوا العالم انه لازما يدبر للمسلمين حاجاتهم من الصناعات اللازمة، يعني احنا زي الفل وشغالين في العلوم وكله تمام ومية مية متقلقوش يعني. وبعد ما خلصنا الردود على الناس المفتريين تعالوا نوريكم قد ايه احنا حنينين ودرس قيم انسانية. طبعا الاسلام بيحس على قيم السلام والتسامح والمحبة والاخاء والتصالح بين جميع الشعوب وعلى كل الملل. احنا مش وحشين يا اخوانا، احنا لازم نوري الناس الصورة الحقيقية اللي احنا فيها. وبكده يختم العلام التعبير بجملته الشهيرة، احنا مش وحشين يا اخوانا، احنا حلوين بس انتوا اللي مش واخدين بالكم. وقفل موضوع التعبير ومعاه موضوعات القراءة، وكده جاب الكلمات والافكار اللي هيكتب عنها، بس فاضل بقى يكون الجمل. فكيف للعلام ان يكون الجمل؟ ولكن
وإلى هنا أدرك صاحبنا الكفاح فسكت عن الكلام المباح. وحتى موعد علم جديد، ابقوا على العلم الرشيد والكفاح المجيد، والسلام.